عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أبو سعيد خدري رضي الله عنه دن رواية قند رسول الله صلى الله عليه وسلم نين شندي ديات جلرني اشتم sizlardan kim bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan, qudrati yetmasa, tili bilan, bunga ham qudrati yetmasa, qalbi bilan uni o'zgartirsin. Biroq bu eng zaif iymondir. Imom Muslim rivoyat qilgan.